سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب، لازلنا نلتقي معكم في هذا الشهر المبارك، وخصوصا في هذا المسجد المبارك، نلتقي ونحن نتقلب ما بين الرحمة والمغفرة والعتق من النار، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف أن رمضان على أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وأنا لا أحب أن أمر هكذا دون أن أرتب المواضيع التي ألقيها في المساجد، ولقد تحدثنا في الدرس الماضي قبل الخميس الماضي حول آفة الغضب، وكان من المقرر لولا الغياب المبرر حول آفة اللسان، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن اللسان. اللسان وآفة اللسان وما يجره اللسان على صاحبه. انظروا أيها الأحباب، الصيام كما هو معلوم وكما هو معروف عند عامة الناس على أنه هو الإمساك عن شهوة البطن والفرج، ولكن الصوم ينصرف إلى ما هو أبعد من ذلك، على أن الصوم هو الإمساك عن الغيبة، الإمساك عن النميمة، الإمساك عن هتك أعراض الناس، الإمساك عن الكلام الساقط، الإمساك عما يؤذي خلق الله عز وجل، الإمساك عن انتهاك حرمات الناس وأعراض الناس. لهذا لما جاء ذلك الصحابي الجليل معاذ بن جبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء معاذ بن جبل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال معاذ: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما نقول؟ بمعنى واش كيحاسبنا الله عز وجل على هذاك الكلام اللي كنقولوا كنتكلموا به؟ أن أؤاخذ بما نقول؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا على حصائد ألسنتهم؟ انظر إلى هذا اللسان، هذا اللسان يجر على صاحبه المهالك، هذا اللسان يجر صاحبه والعياذ بالله إلى نار جهنم والعياذ بالله. لذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله، يا من يؤمن بالله عز وجل فليتكلم بالخير، فليتكلم بالكلمة الطيبة، فليكن شعاره شعار الخير، قراءة القرآن خير، الاستغفار خير، الدعاء خير، السؤال عن الأهل والأقارب خير، الكلمة الطيبة خير. لذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليقل خيرا أو ليصمت. ذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على قبر مقبرة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. انظر أيها الأخ الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن صاحب هذا القبر، صاحب هذا القبر يعذبان في قبرهما، وما يعذبان في معصية كبيرة وإنها لكبيرة. فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، اللسان، انظر. أما أحد هؤلاء أصحاب القبور فكان أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر كان لا يستبرئ من بوله. فاللسان قد يكون سببا في عذاب القبر. لهذا أيها الأحباب، لهذا أيها الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات، على الإنسان أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه، على الإنسان الصائم أن يحفظ لسانه من كل ما يغضب الله. الغيبة مما يغضب الله عز وجل، النميمة مما يغضب الله عز وجل، هتك وتتبع عورات الناس مما يغضب الله عز وجل. وكفى بالمرء شرفا أن يشتغل بعيوبه قبل عيوب الناس. مش حال واحد اللي يضل نهار مطال، فلان دار، فلان فعل، فلان دار، فلان طلع، فلان هود، ونسي رسول. مش حال واحد ينسي رسول. أولى بك أيها المؤمن أن تشتغل بعيوبك، أولى بك أيها المؤمن أن تشتغل بذنوبك، أولى بك أيها المؤمن أن تشتغل بمعصيتك. لأنك أخي الكريم، هذا اللسان يكون شاهدا عليك يوم القيامة، هذا اللسان يكون شاهدا عليك يوم القيامة. إن قلت خيرا فخير، وإن قلت شرا فشر. انظر، الجوارح بأكملها تتبرأ من هذا اللسان، الجوارح بأكملها تتبرأ من هذا اللسان. ماذا تقول هذه الجوارح لهذا اللسان؟ إن استقمت استقمنا، أيها اللسان، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. انظروا أيها الأحباب، الجوارح والرجل واليدين وكل ما في الإنسان يتبرؤون من هذا اللسان، فيقولون له: إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لهذا أحبابي الكرام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام ينصح أصحابه وينصح أمته. إلى ماذا ينصحهم؟ بأن يمسكوا ألسنتهم. أمسك عليك هذا، أن يمسكوا ألسنتهم، هذا اللسان الذي يجب أن يكون، أن يطلق في الخير، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الكلمة الطيبة. هكذا يجب أن تكون ألسنتنا، لا أن يكون هذا اللسان قبحا وسبا وشتما وسفاهة. لماذا أيها الأحباب الكرام؟ الله عز وجل أعطانا واحد أطيب ما في الجسم، أطيب ما في الجسم، هذا لقمان عليه وعلى نبينا السلام. كان عبدا في زمان لأحد الملوك، فقال الملك للقمان: اذبح لي شاة. لقمان عليه السلام كان مملوكا عند لأحد الملوك في زمانه، فقال الملك للقمان عليه السلام: يا لقمان، اذبح لي شاة وجئني بأطيب ما فيها. فجاءه لقمان عليه السلام باللسان وبالقلب، ثم قاله المرة الثانية: يا لقمان، اذبح لي شاة وجئني بأخبث ما فيها. فجاءه كذلك باللسان وبالقلب. فتعجب الملك، الملك تعجب: كيف أني سألتك المرة الأولى بأن تأتيني بأطيب ما في تلك الشاة فجئتني باللسان وبالقلب، وسألتك المرة الثانية بأن تأتيني بأخبث ما في تلك الشاة
فجئتني باللسان وبالقلب. فقال لقمان لهذا الملك: إن اشتغل هذا اللسان بذكر الله عز وجل، إن اشتغل هذا اللسان بالكلمة الطيبة فهو أطيب ما في الجسم، فهو أطيب ما في الجسم. وكذلك هذا القلب إن كان خاليا من الحقد، إن كان خاليا من الحسد، إن كان خاليا من الكراهية، إن كان خاليا من البغضاء فهو أطيب ما في الجسم. وكذلك هذا اللسان إن اشتغل بالغيبة والنميمة والكلام السافه الساقط فهو أقبح وأخبث ما في الجسم. وكذلك هذا القلب إن عمر بالحقد والكراهية والحسد فهو أخبث ما في الجسم. وخير دليل ما نراه في مجتمعنا، كم من أخ، كم من إخوة فرق بينهم اللسان، كم من أصدقاء كانوا إخوة فرق بينهم القيل والقال واللسان، كم وكم من إخوة أصبحوا أعداء متخاصمون متقاتلون. من الذي فرق بينهما؟ فرق بينهما اللسان. لهذا يقول أحد الصحابة: كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألونه عن الخير وأنا كنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. فقلت: يا رسول الله، إن جاء ذلك اليوم ماذا أصنع يا رسول الله؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: نصيحة لكل منا، أمسك عليك لسانك. أول شيء أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. انظروا أيها الأحباب كيف سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين أطلقوا ألسنتهم على أعراض الناس وعلى عيوب الناس وعلى عباد الله عز وجل. سماهم يوم القيامة بالمفلس، المفلس. لذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة: من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من لا درهم له ولا دينار. هذاك اللي ما عنده والو، هذاك اللي خسر في التجارة ديالو، خسر في المعاملة ديالو. المفلس هو الذي لا درهم له ولا دينار. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: بل المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وحج وزكاة وصدقة، ولكن ماذا صنع هذا الرجل؟ كان كيصلي كما كنصليو حنا، كان كيحج كما كنحجو حنا، كان كيتصدق في سبيل الله كما كنصدقو حنا، ولكن كان لسانه أمضى من السيف، كان لسانه أمضى من السيف. رد بالك الأخ الكريم، كان تمشي عند الله عامر محمل بالحسنات، ولكن ينتظرونك أصحاب المظالم. هضرت في هذا وتكلمت في هذا وغتبت في هذا ودرت النميمة في هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصدقة، فضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فتؤخذ من حسناته وتعطى وتدفع لأصحاب المظالم. حتى إذا فنيت حسناته ماذا يصنع به؟ يؤخذ من سيئاتهم وتوضع عنه حتى يقال له: ألقوه في نار جهنم والعياذ بالله. انظروا أيها الأحباب، اللسان أخطر ما في الإنسان. لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، دخل على أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فوجده يأخذ بلسانه، شد اللسان دياله، هذه اللحمة هذه شدها. ماذا يقول أبو بكر الصديق؟ هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني الموارث. فقال له عمر: هون عليك يا خليفة رسول الله، هون عليك. إخوان المؤمنين والمؤمنات، أيها الأحباب، علينا أن نحفظ ألسنتنا، علينا أن نحافظ على هذا اللسان، علينا أن لا نطلق هذا اللسان. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا جميعا: إن الله يكره لكم ثلاث،
القيل والقال، القيل والقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما معنى القيل والقال؟ الإنسان لما يكثر من الكلام، يكثر من القيل والقال، القيل والقال يجرك إلى الغيبة، يجرك إلى النميمة، يجرك إلى هتك أعورات الناس. لذا قال صاحب كتاب إحياء علوم الدين على أن صاحب اللسان، وعلى أن اللسان يجر على صاحبه 20 آفة، 20 مصيبة، فعدها واحدة تلو الأخرى. لذا إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات، أيها الصائمون أيتها الصائمات، علينا أن نحفظ ألسنتنا. إن كنا نصوم حقا، إن كنا نصوم حقا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فعلينا أن لا نطلق هذا اللسان على عورات الناس وعيوب الناس. وأنا أتأسف، أتأسف كل الأسف، لما نرى الناس في المساجد في بيوت الله عز وجل كيجيو الجمع وكيجلسوا في الجمع، ولكن أش كيجلسوا في الجمع؟ كيديروا الجمع ويبقوا في الغيبة والنميمة. يا سبحان الله، هل أنت تأتي إلى بيت الله تعالى لترتكب معصية؟ إنما مجيئك إلى بيوت الله تعالى لتراجع نفسك، لتراجع قلبك، لتراجع صحيفتك مع الله. كيف هو حالك مع الله؟ كيف هو حالك مع مولاك؟ حنا كنتلقاو بعضياتنا وكنسولو، عمر شي واحد سولك كيف هو حالك مع الله عز وجل؟ كتسولو كيف هي الصحة، كيف هي الوليدات، كيف هي التجارة، ولكن عمر ما سولت اخوك المسلم كيف هو حالك مع الله عز وجل؟ كيف انت مع الله عز وجل؟ واش انت بخير مع الله عز وجل ولا بكفس؟ اخوان المؤمنين والمؤمنات، ايها الاحباب، انظروا الى هذين المثالين، هذين المثالين الذي اعطاهم الله عز وجل لنا في كتابه العزيز، لتكون لنا عبرة ودليل وحجة ودرس لمن اراد ان يتعلم، وموعظة لمن اراد ان يتعب. لما يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة زيد طيبة. أين أنت من صاحب الكلمة الطيبة؟ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. انظروا يا أصحاب الكلمة الطيبة كيف أن الله عز وجل ضرب لنا مثال من أعظم الأمثلة في كتاب الله عز وجل، على أن الكلمة الطيبة كالشجرة القوية التي لها ثمار وأغصان وظلال. لذا أيها الأحباب، وفي نفس الوقت يضرب الله عز وجل مثل الكلمة الخبيثة: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، أيها الأحباب، لنحفظ اللسان، لنحفظ اللسان، لنحفظ هذا الثعبان، لنحفظه حتى لا يأكل حسناتنا، حتى لا يأكل طاعاتنا، حتى لا نرجع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وحج وزكاة، وخير ما نختم به قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الهضرة اللي ما كتعنيك ما عندك ما تدير بها، الهضرة اللي ما كتهمكش ما عندك ما تدير بها، اشتغل يرحمك الله. وأنت في شهر المبارك، شهر الخيرات، اشتغل بقراءة القرآن وما أحوجنا إلى قراءة القرآن، اشتغل بالاستغفار وما أحوجنا إلى الاستغفار، اشتغل بالذكر، اشتغل بالموعظة، لتكون ذلك الذي خرج من صيام إن شاء الله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم تولنا فيمن توليت، وعافنا يا ربنا فيمن عافيت. ربنا تباركت وتعاليت، ربنا تعلى ولا يعلى عليك.
اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آماننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. أيها الأحباب، إخوان لنا مرضى، منهم من هو في المستشفيات، من هو مريض في بيته ومنزله، يسألونكم الدعاء. اللهم أشفهم فأنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم داويهم بدوائك. اللهم أبدل صحة خير من صحتهم. اللهم أبدل دما خير من دمهم. اللهم كما ابتليتهم بالمرض فارزقهم العافية والصحة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إننا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، واصلح نساءنا، واصلح كبارنا، واصلح صغارنا، واصلح ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا ركوعنا، وتقبل منا سجودنا. اللهم آت نفوسنا تقواها فزكيها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انظر إنا بعين الرحمة، ولا تنظر إنا بعين الغضب، وانظر إنا بعين الرضا، ولا تنظر إلينا بعين العذاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ظلمت نفسي وعملت سوء فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.